يلا ابو دروح يلا من نسوان ليلة القدر جزاكم الله خير بقراءة سورة الفاتحة جزاكم الله خير اقرأوا لهم سورة الفاتحة قضاء ربك هذا مو قضاء ابن ادم عوزي يا واحد يا حمام ابوي ما لحق عليه ابوي ما لحق عليه700 طالب بالمدرسه كلها انفجعت منطقه 3000 نسمه بها كلها انفجعت 6 نفرات توفوا هذا المقطوع ايديك في لك العباش ان اليدين بحد والمخ بحد الجمجمه بحد يعني بذل من هاي اريد مسؤول هسه احنا يقول انا ابني يتقطع نفس هذا مرتي عبر شارع يا هو اريد هسه البصره كلها اكو منطقه ما بيها مدرسه ما عدا بس نمشان ذنب من هسه مثل هذول خطيه 4 نفرات من بيت واحد جماعه بنيه طفله بعمر الورد يعني بذنب من هذا الولد عباس وليد بس واحد عدي واذا قبل فتره ناشد مناشد الاسعد العيداني بهاي الحكايه يقول مناشد الاسعد العيداني ومسرح ابني شنو السبب؟ كيف لك العباس من النفط عندنا نفط مجنون الكويتية غرب القرنة الخيوط البرجسية المواني الميناء يعني شنو يعني شنو بسبب من؟ يعني بشرفك مرور يجي بالسبوع او بالشهر يوم وين؟ والله جسر ما يكلف له 10 ملايين او 15 مليون ما يقدر يسوي جنابه زين هسه هو يرضى على عائلته تطلع تعبر جاله لو حاط لهم مصفحه ويعبرهم يوديهم للمدرسه لو حمايه عليهم الله وكيلك حمايه عليهم زين بذن البناي احنا نريد الناشد احنا ما ناشد واحد ناشد من؟ ناشد رئيس الوزراء لا ما ناشده ناشد اسعد عيدان ناشد الله سبحانه وتعالى الله يفجع كل من مستر على هاي القضيه حسبي الله ونعم الوكيل زين ذنب من هسال اطفال ليش يعني بشرفك ايده تروح يعني يجي ابوه يقول له هذا ابنك يقول له ها والله ما ادري كشف لقى ابني قال له اختك وين بنتك العفو قال له بنتك وين قال له شردت عند جيرانهم لقاها قدامه بالثلاجه كفي لك العباس وهذا الولد اللي سولف لك عليه ابو الاربعه ما عاد ظل بس مريض منغولي معوق مريض يعني واربع جلطات بي وهذا الولد خطيه بس هو عنده وليد واحد وناشط قبل فتره قلت لك بحظ من وبخت من وحسبي الله ونعم الوكيل واريدك لا تقطع منها ولا مقطع وهي مره واحده الله ركبها خل ياخذها ويريد مسؤول حزب او كان من يكون خلي ياخذها والبيزود خلي ياخذها حسبي الله وانا الوكيل كل من يستر على هاي القضيه عمي يا ولد واحد انا وحده المجلس هذا مال الاداره ماكو هذا الادير وغير الادير رب تعالى بحلم ربي رب والله الشوارع ينزل اه
والله بعد احنا مثل ما تقول هي هاي مدرسه اولا ثانيا يعني هاي امكو نالها من الاداره مفروض من سواقنا الاعزاء الله يحفظهم يخففون ينتبهون للشارع وهذا وقت يعني الساعه بالخمسة وقبل الافطار بساعه المفروض يكون من السواق يعني ينتبه لان اكو جماعه القبله مواقفين ما نعرف سايق نايم ما ادري شنو شغلته ما نعرف شنو السالفه يعني انت عبره وذاك سايدهم مجهول هذا يعني خلصوا على الترابي يعني هم خلصوا التبيت كله زين جاء هو السائق بسرعته لا خفاف لا في الشيء لا هاي دخل بالعالم كله يعني شو يسوي بعد احنا ايش اكيد الناشد الاستاذ اسعد العيداني يعني انتباه لهذه المنطقه الهارثه يعني ماكو بها خدمات ولا بها في اي شيء يعني يعني هسه مو بالاقل المصطبات مفرزه هنا توقف يعني مرور هنا قبال المدرسه يعني ليش السايب يعني اكثر 50 طفل بين مصاب وجريح ومتوفى منو يتحمل هاي يعني الحكومه ما عندها انتباه اصلا يعني حكومتنا بس يعني اخذوا وكل شيء ماكو وقت الانتخابات تعال انتخب تعالوا انتخبوا تعالوا صوتوا تعالوا رفعوا زين النواب اللي انتخبناه وين هم وين هم هسه انا اذا يسمعون صوتي ويشوفون النواب اللي انتخبناها القضاء الهارثه وين هم نذير هو نذير هذا مسؤول على قضاء الهارثه وين هو نذير طلع ناشد اجي وين هو نذير وين وين يعني ليش هاي بذمتهم هاي بذمه مسؤولين نحن نحكي على الإنسانية، الإنسانية ما عندنا احنا. الإنسانية اللي كل رجل بضحد وإيد بضحد والمخ بضحد. احنا ناس خاصة قضاء الهارثة، ناس مظلومين ويعني كلها مستقلتنا. يعني احنا ناس كلها عمالة تعبان الأمور هنا. كفيلك الله الزلم تطلع للشغل وظل نسوان مدى دور السنة يا معبرة جهالها يا رادين يا رايحين. ليش؟ احنا ناس فقور ما عدنا لا ما عدنا احنا ناس خيرين اللي من بينا مدرسه يعني احنا اهل النفط احنا المواني ان مقصر يعني احنا ناس اهل خير مو قابل فقر وحتى نقول ناس احنا فقر ما نحكي احنا طبنا ما خد بالضيم شغلتنا بس احنا ناس اهل خير احنا خاصه محافظ البصره ظالمنا وخاصه الهارثه ظالمنا ظليم ده ما الله اكبر
لا مثل ما تقول هسه هذا شيء واقع، راحت جهال كفيلك الله مثل الطيور، ناس متندمه كفيلك الله، كل مخ بصبحه وكل ايد بصبحه، يا يتقبلها ابن المسؤول يتقبلها على بزره، ابن المسؤول تقبل زوجته تقضي السنه يا معبره طفل ويا راده طفل، لو قاعدين ولو براسني احنا الهارته خاصه الهارته، تجي للماجديه بها شهداء، تجي للهارته شهداء، تجي للحي انتصار تلقى شهداء، ناس بتدمرين كفيلك الله، وطقتنا هاي الفاجعه دمرتني والله، ونقدم سعد العيداني بذمته هاي، لان هو المسؤول عن هاي الشغله، لان هامنا بكل شيء هامنا سعد العيداني والنواب مال البصره قبل الانتخابات، والله العظيم العد فلان وفلان كاظين القنوات كل واحد حشاك السنه هالطوله، هسه من كملوا صارت انتخابات ونجحوا ما عرفونا بزبانه، ما حد يحكي، وكلهم العرب من نواب البصره كلهم من احمد طه وجوا كلها، ونحملهم كافه المسؤوليه، وان شاء الله الى جهنم مؤسى المصير، يا الأمة اللي يصلوا ويصومون اللي ما يحافظ عليه الاطفال هاي، وبذمتهم ان شاء الله. والله الفاجعة صارت بهذا الشارع، شارع سريع، هذا شريع سريع يربط البصرة بعمارة كوت، شارع بغداد دولي زين مدرسة، هاي المنطقة يعبر تقريبا ب 600 طالب يعبر سريع، ها سريع دولي، شنو ذنب هاي الأطفال؟ نعاتب من قل من نعاتب المحافظ، نعاتب غير المقام، نعاتب وزارة الداخلية، لأن المركز المرور حطوا هنا مرور يوم يجي واسبوع ما يجي، هسه حتى الاهالي طمنت من اجت المرور، بعد يقول لك هسه انا نايم يقول لك اكو مرور يعبرهم، احنا بهاي الحاله بعد هم شلون نقول استقرينا اكو مرور، يوم يجي وما يوم ما يجي. طالبنا وقطعنا الشارع هذا اكثر من 20 مره وناشدنا، واكو مقاطع على التواصل الاجتماعي هسه كنت ترجع تشوفها، اكثر من 20 مره ناشدنا، حكينا قلنا ماكو فايده، ماكو كل فايده، شو نسوي بعد؟ شو نسوي؟ بس نقول الله يهلك هذول الظلام. بس ماكو هاي بعد ماكو غيرها، بس ناشدنا وقلنا ابسط الامور، عم هاي المنطقه ترى تعدادها تقريبا اقول لك بال 2000 نسمه، بس الطلاب بال 600 وكرغح لي كرغح لي 4 إلى 5، انا يوميه بالمدرسه، انا عبر جالي كرغح لي 5 4 5 4 زين، شنو عم كرفانات اجيبها، كرفانات احطها بهاي الصفحه، انا اقول لك مو انا اقول لك الشغله هسه هاي احنا بعد نحكي واقع حال، شغله بسيطه مدرسه ابسط الامور مدرسه، ما سوى لان ما بيها شغله، انا يكون شغله مشروع قوي ببوك، انا قلت اسووها قبل واجوا، هسه من صارت هاي الفاجعه وصار راي عام يلا اجوا، يلا اجى المحافظ، وهم اجى المحافظ ببغت ما حد يدري بها، الوادم كلها نايبه، اجى الساعه ب 12 وادم صيام وامس من الاربعاء من للصبح للسبعه يلا الوادم نامت، اجى المحافظ الساعه تقريبا ب 11 اي ما حد انا من الاهالي ولا واحد موجود، هسه اجى سلم وراح، حتى ما انا شو نقول له؟ قل له مدرسه بعد؟ هو كض وراح، ايش تحاكي بعد؟ قل له يا ابويا ولك يا ابو عبد الله.
اخوي احنا مصيبه طقتنا الهارثة. اربعة من بيت واحد، اخوان اثنين وولد، ولد اثنين، وجيراننا بالترعد هم من ولد بنسكين، وولد من جماعتنا هم من القرامشه، وولد طالع على باب الله عنده وزوازه على الشغل هنا، شاف سيارات واقفات ووقف، اجى من هناك يمشي سرعه وكرف الوادي كله، ولو ما داعم بالسياره ياخذ له بعد اكثر. كان صارت مصيبه سوداء، كان بال 20 طالب 25 طالب وطق بالشبه. يا المسؤول على هاي الوادم، شنو ذنب بهاي الوادم؟ يجيني المسؤول يقول والله حادث، بشرفك حادث، من 2003 نطالب بجسر، ما حد يرضى يسوي لنا جسر. انا العاشق بناتي ثلاثه، واحده من الطلاب بنتي رجعت السيارة طقتها طق الكرب الطلاب ورجعت، شنو ذنبني؟ ليش احنا من دون الوادم 500 طالب 600 طالب ما عندنا مدرسه؟ ليش؟ والله حمل انا الدوله، الدوله هي سبب هاي المشاكل كلها اللي تصير عندنا، وبحظهم وبخاتهم وبعافيتهم. المحافظ والدوله، تشاشين المحافظ واحد، كلهم اجرنا واجركم. واصلين هنا الحي رساله وتوفت، تصرخ يقول بلكت لحق عليها من المستشفى، ما لحقوا، احنا عبالنا شارده للبيت ندور عليها ماكو، نروح نلقاها بالثلاجه. الله اكبر. والله ما تصير صار، والنوب وراهم متوفوا اثنين ماني، والبقية ترى عائلة واحدة، أربعة عائلة واحدة، والبقية كل عائلة واحدة. من يتحمل؟ كم نوبة ناشدوا على جسر، على مدرسة بهاي الصفحة، ماكو، ما حد يتقبل يعني. من ما يقدر يسوي لها بابو؟ صراحة مظلومين، يعني إذا تريد تنتظر الواقع الحال مالنا من 2003 إذا هذه اللحظة، يعني هو قبل نظام سابق نقول، فهسه الحمد لله والشكر دولة شيعية موالية لعلي بن أبي طالب، وطلباتنا كلها محضرة أنه إذا تريد باوع أهالي المنطقة صار لنا 200 سنة إلى 150 سنة على أهد العثمانيين، لا قطع أراضي موجودة مخصصة، لا مجاري،
لا تبليط، التبليط هذا شوفه ترى مسافة كيلو متر بس فقط، أما تنتظر المناطق اللي بعدها ماكو. إذا تريد ترجع المستشفى ما عندنا، إذا صار عندي واحد أنا حادث على ما أوصل للمركز المدينة صدقني تلقى نص الطريق متوفي، ومن من يتوفى إجراءات الوفاة راح تصير أكثر مضاعفة علي، يريد فد شغلات يعني يعني تعجز عنها صراحة. تجيب مركز شرطة ووجي كذا وبطاقة سكن، هو المفروض هسه عامة الدول هسه احنا ما نقول شو اسمه تحضر المحامي العفو القاضي عند واحد من المستشفى ومركز شرطة عند ضابط يؤدي إجراءات الوفاة. هسه مثل البارحة الجماعة اتأذوا أذية يعني أكثر من اللازم، وأما إذا تريد ترجع الخدمات مالتنا الله وكيلك ماكو، ترجع المدرسة ترى المدرسة مسافة 3 كيلوات إلى مدرسة زينب، مدرسة إحنا اللي نطالب به هي مدرسة، وإذا تريد تنظر إلى 100 طالب سنويا إحنا نضحي أهالي المنطقة بسبب مدرسة بهاي الصفحة وتعبر ذيك الصفحة. نرجع أطفالنا نسائنا متأذية بعبرة الشارع، شيابنا شبابنا، بحيث ترجع سالم توصل وليدها وترجع النوبة لبيتها لا أكثر ولا. هو جسر مشات هذا اللي طلبته الناس ترى لا أكثر ولا أقل، أو مدرسة قلنا لهم عمي حتى لو كرفان الناس تريد تتعلم. هسه الحمد لله نذير الشاوي موجود، خصصوا له هنا عندنا منطقة اسمها صناعية تابعة للبلدية، هسه حاليا تو يلا تحركوا يريد يبني. إذا تريد من صار الحادث وإذا تريد تنظرها هي من 2003 لحد الآن يبني بها 3 مدارس والحمد لله. حياكم الله. ناشيد من المحافظ كلش من مدير النحل للوزير للسودان محمد الشاع السوداني، يعني ليش يعني قضاء هذا منكوب، منكوب هذا القضاء والله منكوب، قضاء الهارثة منكوب، يعني شنو عندهم من خدمات؟ قل لي بس قل لي شنو خدمات؟ مدارس شنو يعني شوارع مجاري كل شيء ماكو. هسه طببك للمنطقة وصورها انت اذا واحد زين، يعني احنا امس هاي مصيبتنا ايش كبرها وشفتوها بالاعلام كلها انتم، يعني بشرفك مدير مستشفى او مدير ضابط جنايات او اسخام، يعني احنا من الاربعه ل 12 بالليل نطونهم ليش؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ يعني شنو من اجراءات هاي؟ الداعم موجود واهل الضحايا موجوده، ليش هالشكل هالظلم هاي؟ ليش هالشكل؟ طبعا بطاقه تموينيه وبطاقه سكن وجنسيه الام وجنسيه الابو هاي كلها 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 يريدها، والقاضي يروحون يدورون عليه بالبيوت، بالبيوت يدورون عليه. راحوا القاضي بس ساعه راحوا، مو من 8 ما جوا للعشره ونص ما ادري 12. يعني شو يسمون هاي؟ يعني مستشفى بها شرطه، بها المفروض قاضي، بها جنايات، بها اسخام، يعني مو تروح تدور على الشرطه بمكان، قاضي بمكان، واسخام بمكان، ما يصير. يعني ناس هم واحد يدار هالمواطنين، احنا هاي فاجعه عندنا البارحه وندور على الواد مدوار، احنا خذوا اخواننا بالمستشفى تعال يبوهم ذي للمركز. وناس مصاليخ تعال يبوهم المركز، انت قال لك الضابط يابا اخذنا اخوالهم، شنو معناه تجيبهم لك المستشفى يردون للمركز؟ فكر بالعالم، فكر بالمصيبه مالت الوادي، ما يصير هالشكل. اباوع للدروب يما ما بيه اثر طلاب وبدل اجت اطفال تركض تبكي من الخوف مثل ركضه اطفال حسين عتل
مثل ركضة طفايل حسين خيب خربنيج على القاع انسحق ومن السحق ضيع رسم شكله يما انسحق ومن السحق ضيع رسم الوالد والوالدة بالخصوص الوالدة مش محلات الولد لو قال يما يطيب الجرح قلبه يزيل همه اطفال ابرياء ملائكه يعني ذهبت بسبب يعني اشياء بسيطه يعني هو ابسط شيء يقدر يسوي جسر عبور هاي مسؤوليه رئيس الوحده الاداريه بهاي المنطقه هاي صار كم سنه هذا الشارع ايش قد راحت به ضحايا من نساء من رجال من اطفال وين المسؤول عنها؟ وين المسؤول؟ ليش ما يباع لهاي الناس الابرياء هاي الاطفال؟ هاي مدارسهم عبر الشارع، هذا يضطر يعبر الشارع الطفل، زين هو طفل دز على النجده مره مرتين تجي هم يمل الشرطي بعدين ترى، احنا نكون واقعين احنا اهل البصره وشايفين هذا الشيء. من يصير اعمار ويصير شغل رئيس الوحده الاداريه وين؟ والمتابعه وين؟ المسؤول وين؟ ليش ما تابع هذا الشيء من صار اول مره وثاني مره وثالث مره؟ وين العمل؟ ليش ما هو جسر مشاة يعني شو يتكلف الدولة؟ ليش ما تتابعوه؟ ليش ما شافوه؟ ليش ما سعوا له هذا؟ لأن للمواطن، لأن فائدة المواطن، خليه يعتبروا هاي المناطق مثل مركز المدينة، خليه يلتفتون إلى الأقضية والنواحي، مثل ما التفتوا لمركز المدينة ويحيونها، لأن هاي من راح تحيا راح تحيا أنفس، والدليل هاي اليوم يعني صاحب الشاحنة الله أعلم بوعيه مو بوعيه جاي خابر جاي كذا، الله أعلم شنو السبب اللي هو سهبي. من ينزل لو اكو حاجز حديدي يقدر ينزل على الاطفال؟ لو اكو محجر لو اكو جزره وسطيه، هاي الاشياء كلها مطلوبه، وين هي صح 21 سنه او 22 سنه؟ وين الخدمات؟ وين هاي الناس الطالب من ذاك الوقت لهذا الوقت؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. التلاميذ الابرياء في هذا الحادث المؤسف، انا كشعب بصري استنكر هذا الحادث ونعتب على الحكومه المحليه ان تتابع اجهزتها الامنيه من خلال شرطه المرور، الشرطه المحليه يتابعون يعني التلاميذ من يحلون المدرسه، لازم يكون هناك عناصر امن تحمي هذا الشارع، تحمي التلاميذ، يعني ينظمون السير بعبورهم وخروجهم من المدرسه ومتابعتهم نشر مفارزهم، يعني كحكومه محليه وكحكومة اتحادية تنفذ المشاريع المتلكئة اللي بالحكومة السابقة أو بهاي الحكومة على مود تنشأ هذا الجسور وتتم أتم استعدادها ونعتب على جميع الذين لن ينفذون هذه المشاريع من قيمة مقامية من حكومة محلية من 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 أجهزة طلب الأجهزة الأمنية مثل شرطة المرور والشرطة المحلية كذلك يتابعون حركة السير يعني التلاميذ اللي تحل لازم أكو مفرزة مرور يعني سايد عام سايد ينعمد وسريعات لازم تكون مفرزة مال شرطة الكان نجدة أو كان مرور ويتابعون هذا الحدث الصار يعني احنا متأسفين عليه حيل لأن تلاميذوا على وجه عيد يعني انفجعت عوائلهم انفجعت أمهاتهم انفجعت البصرة بهم ونتمنى الله يرحمهم يسكنهم فسيح جناته ويم الأمان والسلم للشعب البصري جميعا
احب اعزي اهالي قضاء الهارثه، اهل منطقتي وديرتي بهذا المصاب، يعني مصاب الجلل اللي صار. هسه احنا ما نريد نتكلم عن الحادث اللي صار وشنو الاسباب اللي خلت السائق يعني يرتكب هاي المتجره نسميها يعني حقيقه يعني، بس احنا نريد من زاويه ثانيه نشوف انه احنا بكل مدرسه الطالب لابد يعبر الشارعين. انا احكي من باب انه الحكومه تواوع لهذه النقطه، يعني نقدر نخليه مجسر لطلابنا وهم طلابهم ابنائهم. انا حاكيك كشخص من السلك التربوي مدرس، وهذا الشارع ما نقدر نقول بس انه بس مجرد نحش ونسكت، واحنا لازم نحكي ونحكي ونحكي. التربيه هم لازم تشوف هذا الحكي، مدير البلديه هم لازم يشوف هذا الشيء، يعني ارواح هذا يعني مو شيء هين. زين التبريك هاي نعم سيئة. صحيح هم هسه يقول لك احنا بقيد العمل والانشاء بنى تحتيه بس وينها؟ هذا الشارع يعني اذا اريد نباوع من ايش كم سنه لحد هذه الفتره ايش قد ارواح راحت بس بهذا الشارع وخاصه هذه المنطقه بالتحديد. فلا بد اكو حل، يعني مو انا باليوم ابني او اخوي او بنتي بالمدرسه يوميا انا اجي اعبر هالشارع او اخلي لها خط مثلا وهي بس مجرد عبرت شارع. ناشد احنا اصحاب القرار يشوفون حل، احنا ما يخالف صارت هسه ومشت قضى الله امر الله، يعني بعد احنا شو نسوي؟ نرجع نلوم نفسنا مثلا، نلوم المحافظ، نلوم منو نلوم؟ ماكو فايده اللوم بعد. الندم على الشيء صار بعد ما له اي شيء ايجابي يعني. فلا بد انه اكو حل انه مثلا المدرسة مجسر. شو يريد يكلف الحكومة؟ شو يريد يكلفها يعني؟ يفضل عم اروح يفضل من النسوان. ليلة ليلة القدر، جزاكم الله خير بقراءة سورة الفاتحة. جزاكم الله خير، اقرأوا بدرهم سورة الفاتحة. قضاء ربك هذا مو قضاء ابن آدم. وحقيقة يعني هي هذه سوء إدارة وفوضوية من إدارة المحافظة. هسه مو بس المحافظة، هي الكل المفروض من هيجي اكو مدارس او اكو فد اماكن مهمة وثاني نجيل المستقبل. حقيقة المفروض تحسب حساب، تحط جسور، تحسب حساب، تحط مرور، تحط افضل ما تحط مرور وحرس على بيوتهم وعلى هاي اللي هي اصلا محروسة. يعني شوف انت باع الرخص المواطن العراقي شلون مشي. يعني هسه انا متاكد هسه هم راح يريد يفكر بجسر وفكر وين كان قبل، فلوس البصره وين راحت؟ تباوع باوع الباوع الاماكن الرثه وباوع العالم. هسه انا كنت بجوا وباوع الاغراض مال الاطفال ومال، وهذه اطفال هي مستقبل العراق. ما ممكن بهاي يعني ما ممكن هاي اللامبالاه هاي اللي ما قاعد يعرفون حقيقه. يعني المشكله ترى لا نذبها بس على السائق، لا هي الموضوع اداري بحت. يعني من فوضويه المحافظه، مجلس محافظه، حقيقه هي كلها هي سلسله اخطاء متراكمه ادت الى هذا الموضوع. يعني هسه هم اكو واحد يتخيل تبع حسان البارحه اشوف فيديو واحد اربعه من اطفاله، شنو هذه؟ يعني الى متى العراق يظل يعاني من هذا سوء فوضويه هسه ما اريد اقول احزاب، فوضويه من محافظ فما دون. لا هي هذه مشكلتنا، هي المشكلة انه هم حسبون هو الديمقراطية هو مجرد اعلام. هي مو مجرد اعلام، هي المجرد انه انت لا تحكي لي عن نفسك، خلي اشوف منجزاتك، اعطيني منجزات
المحافظة والمجلس المحافظة من 2003 اليومك هذا في البصرة، إي وين الإعمار؟ وين اللي هي البصرة؟ بس ميزانية العراق 85% من ميزانية العراق كلها منها البصرة، إي معقولة هذا واقع البصرة؟ هو هذا الواقع؟ يعني هذا هسه احنا من نجي انا ريلي يعني ما تعرف ما يعني حتى كلمات تضيع، انا صار من كنت هناك واقف وباوع حل يعني ايش قد يريد يتحمل الفرد البصري؟ ايش قد يريد يتحمل؟ شنو؟ يعني ما اعرف يعني صارت تو ماتش، يعني صار فد لود عليه ما قاعد باوع المحافظات الاخرى، باوع المحافظات الشماليه، اولا مدخولها مو مثل مدخول البصره، باوع الخدمات اللي عندهم، باوع الوضع اللي عندهم، ليش احنا ليش عندنا المواطن رخيص؟ ليش هسه هاي ليش هذا هسه هذا الوضع؟ كلهم شباب وكل اللي يروح من عنده طفل ورايح من عنده ثلاثه ورايح من عنده اثنين، يا اخي ما تقول لي يعني ما المفروض صراحه لو عندنا ضمير حي، لو عندنا عقول نيره، المفروض من محافظها ومجلس محافظتها كلها تستقيل وكلها تحال محاكم، لان هذا واقع اداري مرير قذر، واقع اداري مرير وقذر. هذا هو هذا وضع اطفال هذول باكر. هو وين هو العراق احنا رايحين؟ هو العراق ذول؟ اذا انت اذا ما تهتم بذول شلون راح تتوقع راح يكون اكو غد؟ الحقيقه لو هم يعدهم شعور حي المفروض من محافظها، وارجع حتى لرئيس الوزراء، تعال عمي فلوس البصره وين؟ شنو هاي الزبل؟ ليش لانه ناس طيبه وما تحكي، يعني تظل السرقه باعت تلقى اكو شي وضع باربيل، اربيل وقع عليها ما ادري قنبله لو ما ادري ايش، انخبصت الامه، يزين هنا مات الخبص الامه، وين وزير التربيه؟ وين رئيس الوزراء؟ رئيس الوزراء ليش ما يجي هنا؟ يجي هنا وغصبا عليه يوقف هنا، رئيس الوزراء فلوسه وراتبه من اهل البصره، الوزراء وينهم؟ المفروض كلهم يجون، هو المحافظ وينه؟ هو محافظ البصره وينه؟ المفروض يجي هنا مثل يجي هنا يخدم ذول، يباوعهم باع انت تدخل بالنص وباوع الوضع. فانت يعني انت هاي مال مساله حاط لي فيسبوك وحاط لي على اعلام وسوينا كذا، سويت انت كل شيء ما سويت؟ يعني وين رئيس الوزراء؟ تستنكف تجي هنا تعازي ذولا؟ تستنكف تشوف ذولا توقف يمهم؟ تستنكف تعتذر وتقول يابا احنا قصرنا؟ تستنكف انت المحافظ وينك؟ شنو حاط لي؟ حاط لي سياره؟ شنو هاي السياره؟ شنو يعني راح انت خدمات؟ مو هو انت هم هذول كلهم لازم يعرفون، هذول قاعد يسرق من عندك، قاعد يمد ايده بجيبك ويبوقك، وبالاخير احنا هاي نتيجتها كلها حسينيات وكلها دموع وكلها حزن، وبوعته مو ثله من سواد. ليش هذا الجيل ما يحتاج ان يضحك؟ ما يحتاج يكون؟ ليش لو صدق عندنا ضمير حي هسه يجي رئيس الوزراء والوزراء كلهم هنا يقعدون؟ لان هذا هو رئيس وزراء قاعد دفع فلوس مع البنزين بالدنمارك، انقلبت عليه الامه واستقال، دفع فلوس من اخذ فلوس من ال 10 دولارات مشقد، مو هنا عوائل تروح ورئيس الوزراء قاعد لي هناك قاط ورباط. لا والله عمت عينك، لازم رئيس الوزراء، لازم محافظ، لازم الوزراء كلها تجي للبصرة. هاي البصرة من 85% من ميزانية العراق من فلوس ذول، ذول هو من هو العراق المن غير ذول؟ يعني إذا ذول تموتهم مش راح يبقى. بالبدايه واسيه عوائل
الشهداء الذي سقطوا يوم أمس في هذا الحادث المؤلم، وللجرحى أتمنى لهم الشفاء العاجل. الحقيقة الواقع التربوي في شمال البصرة واقع مزري ومؤسف جدا. واقع التربية اليوم يعني احنا مناطق شمال البصرة مهمشة بالكامل، لا يجي واحد يصور لي مقرنص، ولا واحد يصور لي تبليط، ولا واحد يقول صارت اكو مدينة ضوئية واكو كورنيش. الكورنيش ترى ما يرجع لي هاي الشهداء اللي راحوا. الواقع التربوي في شمال البصرة مأساوي. اذا على البنايات، على البنايات، فكل مدارسنا دوام ثلاثي، واغلب المناطق ما موجود بيها مدارس. يعني هسه مثل هسه هاي منطقة المشان اللي حملوا المسؤولية، اللي حسب ما سمعت مدير المدرسة، ومدير المدرسة شو يريد يسوي؟ المدرسة الوحيدة هي الموجودة بالمنطقة هي هاي، فيجونها يجون من كل فج عميق يعبرون، هم ما ينظل على الجهل. المدارس اللي بشمال البصرة أتمنى هاي الصورة تاخذ لي اياها. هاي الإدارة مالتنا، هاي الإدارة مال مدرستي أنا، هاي الإدارة مال مدرستي أنا، هاي باعوا لها، هاي إدارة مدرستي، الله شاهد علي، هاي إدارتنا. لا بلدية إجتنا ولا مجاري إجونا شالوا الماي. إحنا جمعنا واشترينا مواطير وسحبنا الماي من الإدارة، وظلينا أسبوع كامل نجفف بالماي لحد ما عدنا المياه. عندنا مدارس آلة للسقوط، يعني انتم عدالكم هاي الفاجعة اللي صارت هسه، بس هاي انا متوقع يوم من الايام راح تسمعون مدرسة طاحت على جميع الطلاب. يعني شقد عددهم 700، اذا هذولي سبعة والعراق كله تألم، فانا اتوقع باكر تطيح مدرسة على 700 طالب، وهم يجي المحافظ ويعرب على الاسف مالته، وهو متأسف على شنو؟ 450 مليار صرفت لإعلانات خليجي 25، بوسترات 450 مليار، المدرسة العملاقة تكلف 1.5 مليار، يعني يقدر بهاي ال 450 مليار يبني 300 مدرسة، بحيث ولا قضاء في محافظة البصرة ما شمل على الأقل فد 40 مدرسة تنقذه. يعني هاي المنطقة بدال ما بيها وحدة يصير خمسة، بعد لا هذا يعبر ولا هذا يروح اللي هناك. فهاي مأساتنا، مأساة يعني مو وليدة اليوم، لكن أي حكومة جاي تجينا للبصرة جاي تهمشنا. المهم الكورنيش حلو ومدينة ضوئية حلوة، هاي المهم. السرطان جاي يوميا يفتك بينا، امراض الكلى يوميه، يعني اكو منطقه ما جاي، ترى شوفوا اكو قضيه كلش يجوز ما حد ينتبه لها، امراض الكلى جاي تزهق ارواح اكثر من السرطان، لكن الاعلام ما مسلط عليها الضوء. ليش هاي الامراض من هاي الميكروبات اللي تعال شوفوا الماي مالنا بالضيم، يعني اكو اساله تجي لك للبيت كل يوميه تنسد بأوساخ، كل يومية يجي يفتح المواسير وينظفونها، يعني مجاري مو مياه، ثق واعتقد. احنا بشمال البصرة يعني عايشين على رحمة الله سبحانه وتعالى، وإلا الحكومة لا مو يمنة ولا معبرتنا. المهم الكورنيش حلو، هذا المهم. مدرسة